طبعاً إحنا سعداء بما حققته رياضة كرة الطاولة في اتحاد الإمارات، ورأينا أيضاً لما تم التفكير في بطولة الريشة واحتضناها كمجلس دبي الرياضي كبطولة عالمية لابد من وجود اتحاد لها، فشفنا أقرب اتحاد وتم الاتفاق مع الاتحاد ومع الهيئة على أساس يكون الريشة ضمن اتحاد الطاولة، وبذلك ليست تجربة غريبة لأن الصين أيضا دمجوا اتحاد الطاولة كرة الطاولة مع الريشة، فليست بغريبة، وأنا متأكد لأن اللعبة قد تكون فيها فنيات مختلفة، ولكن في الجانب الإداري أنا متأكد من نجاح، لأن نحن الحمد لله لدينا اتحاد منظم قوي برئاسة الأخ داود الهاجري، فأتمنى لهم التوفيق. اليوم نحن أعلننا انضمام لعبة البادمنتون اللي هي الريشة إلى اتحاد الإمارات لكرة الطاولة، فبيصير الاتحاد صار اسمه اتحاد الإمارات لكرة الطاولة والريشة. هذه إن شاء الله بداية لدخول لعبة الريشة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، وإن شاء الله نحن في الفترة القادمة بتكون لنا خطة كاملة عن تطوير هذه اللعبة الدولة.